قدرت تنكي واجه اصعب امساك في مصر، الميه والغطاس. احب اعرفك يا فندم على فلتر تانك. فلتر تانك يا فندم عملي جدا وبيركب على اي حنفيه في ثواني. فلتر تانك الوحيد بيشتغل بالمايكرو شيف تكنولوجي اللي بيشيل 99% من الشوائب والكلور اللي في الميه على 3 مراحل زي ما حضرتك شايف في الفيديو قدامك اهو. يعني انت كده وريتني فيديو فالمفروض انا اصدق صح؟ بس كده اوري لحضرتك عملي حالا. احنا هندخل الميه المعكره في الفلتر من هنا هتطلع ميه نظيفه. استنى استنى، عايز ميه معكره؟ انا بقى اللي هجيب لك الميه المعكره والميه تكدب الغطاس. هي فعلا يا فندم الميه ممكن تكدب الغطاس الا لو كان بيغطس في ميه طالعه من فلتر تانك. فلتر تانك يضرب بيه المثل هو ب 200 جنيه بس.